مشاهدينا الكرام، مشاهدي الفضائية المصرية في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وأحلام وطن. الحقيقة وقبل يومين التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الإعلاميين من خلفيات واتجاهات مختلفة، استمع لأهم القضايا والمشاكل اللي بيمر بها الإعلام في هذه المرحلة، وأشاد وأشار أيضا إلى أهمية دور الإعلام في هذه المرحلة وهي مرحلة البناء والتنمية، ويعني كمان وجه الكلام وقال وأشار إلى أهمية سبيرو والوقوف بجانب سبيرو أيضا في هذه المرحلة. من ضمن الحضور ومن أهم الحضور أيضا في هذا اللقاء كان رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون والقائم بأعمال وزير الإعلام أستاذ طبعا والإعلامي الكبير عصام الأمير، وعشان كده يكون معانا النهاردة للإطلاع أكتر على ما جرى ومدار في داخل هذا اللقاء الهام جدا لتوضيح الصورة أكتر. برحب حضرتك فندم معانا. أهلا بك وبمشاهدي الفضائية المصرية العزيزة. شكرا لوقتك جدا وان احنا نكون معاك النهارده في مكتبك. بدايه استاذ عصام، ضعنا في المشهد وكواليس هذا اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحقيقه ان هو قال ان هو هيكون بشكل دوري ومستمر للاطلاع على اهم القضايا وما يجرى ما يحدث في الاعلام لاهميه دور الاعلام في هذه المرحله. هو للامانه السيادة الرئيس في بدايه اللقاء وعد ان اللقاء ده يبقى بشكل دوري مره على الاقل في الشهر، مش بس للاطلاع يا سارة على مشاكل الإعلام، إنما كمان عشان يعني يقدم صورة لهذه النخبة من الإعلاميين اللي بيبقوا حاضرين مثل هذه اللقاءات عن الوضع الداخلي والوضع الخارجي والظروف اللي بتمر بيها مصر ومختلف القضايا والأحداث. ودي أعتقد أنها نقطة في منتهى الأهمية أن رئيس الجمهورية يحرص على إطلاع الإعلاميين على الوضع الداخلي والخارجي وأهم القضايا، ويسمع استفساراتهم وآرائهم حوالين ده، بالإضافة طبعا لما يمر به الإعلام أو رؤيته لي أو, 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 أو مشاكل عند الإعلاميين. أعتقد دي سنة حميدة وبنشكره عليها، وبإذن الله تعالى اللقاءات دي بتبقى مفيدة وفيها نوع من الشفافية وفيها نوع من الاطلاع عشان نبقى ماشيين مع بعض يعني على خط متوازي في مختلف القضايا. طبعا حابين نعرف من حضرتك بالتفصيل يعني ما جرى وما دار داخل كواليس هذا اللقاء المهم جدا، لكن الحقيقة موضوع يبدو ان هو سطحي بس هو مش سطحي. فكرة من يجلس على يمين الرئيس، يعني موضوع أثار جدل الحقيقة في الصحف كتير، وناس كتيرة قالت انه حصلت شوية شبه مشادات مين كان عايزة، لكن بروتوكوليا فوجئنا الأستاذ عصام الأمير هو من يجلس بجوار الرئيس. هل ده بيدي انطباع معين أو يشير لصورة معينة وأهمية دور الإعلام الرسمي ومكانته لدى الرئيس في المرحلة دي؟ أعتقد أولا هو إجراء بروتوكولي بحت بصفتي ليس إلا أني قائم بعمل وزير الإعلام فأجلس على يمين الرئيس. إدارة المراسم هي اللي طلبت مني كده، لأن أنا أول ما دخلت القاعة قعدت في أي كرسي يعني موجود وكده، لكن إدارة المراسم طلبت مني أن أنا أبقى على يمين الرئيس بصفة القائم بأعمال وزير الإعلام. لكن اللي أنا بحب للأمانة يعني أقولها أني ولا أي امتعاض من أي حد ولا أي حاجة، بالعكس أنا للأمانة لو في إحساس أنا يعني غمروني يعني اللي هم ليسوا أبناء مسبيرو بمشاعر ود واحترام، وبالعكس إشادة بالحاجات التطورات الأخيرة اللي قام بيها اتحاد الإذاعة والتلفزيون، خاصة النقط اللي وقفوا عندها كتير للأمانة، التغطية الانتخابية انتخابات الرئاسة وحفل التنصيب وأخيرا الحفل بتاع افتتاح بإذن الله تعالى المشروع القومي الكبير الخط الجديد في قناة السويس بإذن الله تعالى. فلا على الإطلاق ما عملش أي مشكلة ولا أي حاجة، والأمور يعني كانت بصي هو لقاء حميم ورائع ولذيذ إلى حد كبير، بالإضافة أنه ما في حد كان عنده تساؤل وما ردش عليه سيادة الرئيس بمنتهى الوضوح، لدرجة أن أحد الزملاء قال له هو احنا مش ممكن الكهرباء هنا تتقطع عندنا في رئاسة الجمهورية؟ قال له احنا عاملين مولدات خاصة، لكن لو شايفين من باب الأمانة أن يبقى العدل أن لازم يتقطع عندنا زينا زي غيرنا، والله أنا عندي استعداد، لكن طبعا نشيل مولدات الكهرباء. لكن
مختلف القضايا على الصعيد الداخلي والخارجي، حتى انتهاء بالتحضير كان للزيارة المرتقبة لروسيا بإذن الله تعالى. وكده كله اتكلم في مختلف أهم القضايا. الأسئلة اللي طرحت أستاذ عصام في رأي حضرتك؟ طبعا أهم الأسئلة للأمانة كانت حوالين يعني استيضاح الوضع الخارجي، يعني كان أعتقد دي اللي ما عندناش عندنا فيها كإعلاميين معلومات كافية، يعني حقيقة يعني القلق اللي موجود في المنطقة من حوالينا، خصوصا بنشوف دلوقتي على الأرض تصرفات غريبة لبعض المنظمات المتطرفة زي داعش في العراق. يا ترى بنطمن على الأوضاع في ليبيا، هي بلغت قد ايه درجة من السوء، ويا ترى رد الفعل المصري هيكون تجاهها ايه، لان دي حدود مشتركة ممكن تسبب لنا العديد من القلق. ناهيكي بقى عن يعني طبعا من ضمن الحاجات الرائعة برضو اللي كنا يعني استفسرنا فيها بمزيد من التفاصيل، الهدنة اللي نجحت فيها مصر الصراحة الدبلوماسية المصرية ورجال الدولة المصرية فيما فشل فيه يعني وزير الخارجية الأمريكي وآلى تركيا وآلى إيران وآلى قطر. الحمد لله تعالى أن أثبتت الدبلوماسية المصرية أنها الحامل الحقيقي للفلسطينيين والقضية الفلسطينية، وقدرنا نتوصل إزاي بعجوبة للهدنة بين إسرائيل وحماس. بعد ما نشارك في هذا اللقاء مع سيادتكم، وطبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار أنه كان في استياء أو نوع من الاستياء لدى الرئيس لبعض القضايا أو التناول الإعلامي لبعض القضايا على الفضائيات أو مختلف الفضائيات، وأن هناك مرارة لدى الرئيس بسبب تعامل بعض الإعلاميين مع بعض القضايا من ضمنها القضية الفلسطينية، رأي حضرتك؟ لا، للأمانة سيادة الرئيس السيسي في ميزة كبيرة جدا، هو رجل دولة بمعنى الكلمة ورجل مخابراتي سابقا بمعنى الكلمة، صحيح، وتقدريش تنسي الخلفية، هو رجل لا يتعصب ولا يتشدد على الإطلاق قدام أي سؤال وقدام أي موقف، وأعتقد أن دي ميزة شديدة ليه. بالعكس، أول ما ابتدى حواره ابتدى بالتعليق على العبارة أو الجملة اللي ذكرها في حفل قناة السويس، لما قال أن عبد الناصر كان محظوظ بإعلامه، صحيح. قال أنا وصلتني رد فعل أو تخوفات أو تساؤلات من بعض الناس، هل دي رغبة من الرئيس السيسي في العودة إلى إعلام الستينات، وأن الإعلام كله بجانبه يقف أمام يعني خلف الرئيس في مختلف القضايا، والراجل يعني شبه أقسم أنه ولا يقصد كده على الإطلاق، إنما يقصد أن كان في زخم لما تبقى مشروعات قومية وحاجة إحنا مش مختلفين عليها تماما، ينبغي بقى عدم الوقوف أمام تفاصيل صغيرة وأحداث بلبلة أو كلام من ده أو بتاع. لكن النقطة يعني أولا ما عندوش أي استياء من الإعلام، بالعكس هو بس كل اللي طالب بيه إن إحنا بدل هو بيلاحظ في بعض القضايا إن إحنا بنلعب عليها على إيموشن عاطفي وبناخدها من زوايا عاطفية، طلب إن إحنا نعمل العقل والمنطق والمنهجية قدر الإمكان في القضايا، وضرب مثل بدار الأيتام. قال ان دار الايتام الحادثة الاخيرة اللي حصل في دار ايتام مكة دي انها حد ما يختلفش عليه اتنين انه كان جرم بكل معنى الكلمة مع اطفال وكلام من ده، لكن قال ان ولا حد من اللي تناوله ان ده تناوله على ان ده حادث فردي في لدار ايتام وحالة شاذة وكده، وان انسحب الكلام على انه وكأن المشاهدين والناس البسطاء العاديين في البيوت يفهموا انه كل دار الايتام الاطفال الموجودة في الجمهورية تقريبا بهذه الصورة. هو بقى طالب هنا يعني لما يتقال يتقول احد دور الايتام، انما طبعا ده يعني وضع خطأ، اعتقد اشار الى انها نسبة مئوية 10% تقريبا، ده واشار وقال لان ده مثلا لو قدرنا يعني لو تكون رأي عام مضاد لهذه دار الايتام الناس اللي فيها يروحوا فين؟ هل الدولة عندها استعداد انها هي تأويهم؟ هل حتى لدرجة انه قال عبارة شديدة الخطورة ان حتى الان احنا ليس عندنا رقم واضح ومحدد لأطفال الشوارع، صحيح، فدي نقطة خطيرة. دي زي القضايا اللي طالب فيها بالتعامل يعني بالمنهج والمنطق والبعد عن العاطفة والاستثارة. يمكن قريب برضو كان من المعنى دوت مثلا مع كامل احترامنا للزميلة في الأماني اللي في الأم تي في، أعتقد أنها برضو كانت نوع من العاطفة أنها انجرفت لما قالت الشيء اللي أساء للشعبنا المغربي الشقيق وكلام من ده. طبعا أنا أفتكرش أنها لو عادتها مليون مرة أنها كانت تقصد بهذا القوة، لكن لو إحنا بنعمل بجد العقل والمنطق في البتاع ممكن نتلافى الكثير من الحماس أو
العاطفة اللي بتجرنا في بعض الأحيان لمشاكل وكأننا بنأذي يعني أعتقد نفسنا. هو من ضمن الأقوال أو المقولات اللي قالها خلال اللقاء، قال كده لابد أن يحكم الإعلاميين أو يحكم الإعلاميين في عملهم المنطق، الخطاب الإعلامي عليه دور كبير جدا، وأي شيء يمكن تعويضه إلا سقوط الدولة. هو قال برضو سيادة الرئيس، وأعتقد ده كل ده من منطلق أنه بجد وده بإحساس حقيقي هو مؤمن جدا بقوة الإعلام جدا، وقال ان ده الاعلام الوحيد اللي ممكن يبوظ اي مشروع للدوله لو مش حاسس بيه، او ما بيلقيش عليه الضوء كويس، او ما بيحس الناس انها تقف وراه، وهكذا برضو في بعض الموضوعات وكده. واشاد طبعا الاشاده الرائعه بدور الاعلام مثلا في ثوره 30 يونيو تحديدا، وان هو اللي دعا وشحذ الناس وشحذ الهمم وخلى المصريين كلهم على قلب رجل واحد. فاحساسه باهميه الاعلام ودوره هو اعتقد انه اللي بيخليه اوير ان هو يعني بليز، انما للامانه ولا طالب بمطالب معينه ولا قال، بالعكس هو سمح ان حتى، واعتقد انه هنا كان يقصد الاخوان المسلمين، ان احنا ولا اي خلاف معنا، لهم ان يعتقدوا ما يعتقدوا الا ما يأذي الدولة المصرية. نقطة هامة جدا حضرتك أثرتها، الحقيقة كنت مأجلاها في حواري شوية، بس بما أنه حضرتك أثرت هذا الموضوع، أخطاء الإعلاميين، يعني بعض الأخطاء تؤدي إلى كوارث دبلوماسية مع الأسف، ولم تكن الحادثة الأخيرة دي هي الوحيدة، لكن تقرر هي عملت أزمات دبلوماسية مختلفة، مرة مع الجزائر، مرة مع المغرب الشقيقة، مرة مع أثيوبيا. هذه الأخطاء، أولا دور الإعلام الحكومي في هذا الأمر، ثانيا من يقف ويتصدى ويعاقب من يخطئ؟ بصي، خلينا نقول ان احنا في مرحله فارقه يا ساره، احنا باذن الله تعالى ووفقا للدستور باذن الله تعالى الاصول ان احنا في خلال الشهور القادمه سواء هننتظر مجلس النواب او نسرع بكده بعمل قانون لانشاء المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، الهيئه الوطنيه للصحافه، الهيئه الوطنيه للاعلام المسموع والمرئي اللي هي هتحل محل اتحاد الاذاعه والتلفزيون. باذن الله تعالى لما تعمل الحاجات دي بجد هتبقى واقفه على ارض صلبه للمحاسبه، لان دايما الحاجات لما بتبقى وفقا للسيستم وقانون محدد وواضح تقدري تحترمي كل حاجه، لان اللي هيمشي عليك هيمشي عليا، اللي هيمشي على المحطه دي هيمشي على المحطه دي، اللي هيمشي على الجورنال ده هيمشي عليا بالتبعيه. علينا ان احنا ما نسرعش دلوقتي باخذ يعني قرارات زي ما بيقولوا متعجله او فرديه، لانها لا تستند الى قانون، كل واحد واجتهاده. المحطه دي تشوف ان كده ساره اخطات فتقول لها مع السلامه يا ساره وكلام من ده. لا، لما يبقى باذن الله تعالى في خصوصا تحديدا المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، لان دي هتبقى الخيمه الكبيره كبيره جدا اللي بيندرج تحتها كل الاعلام المصري، صحافه، اذاعه، تلفزيون، عام وخاص. وبقول هنا عام وخاص لان انا مش عاجبني الكلمه اللي حضرتك قلتيها ان الاعلام الحكومي او كده، لا، باذن الله تعالى بعد كده بعد اذنك نحن خدمه عامه، ملك للشعب كله وملك للبتاع. بالعكس لما تتعمل الهيئه في شكلها الجديد ليس للحكومه ولا للرئاسه ولا لاي ولا لمجلس النواب علاقه بيها، هي هيئه مستقله تماما تتمتع بالحريه، يتم تعيين رئيس للهيئه بيتحط ميثاق لدورها والادائها والخطتها، ويحاسب البورد اللي موجود وهو المسؤول عن اداره. فيما مضى يا استاذ عصام كانت دايما الاخطاء او العقوبات او انه يكون في عقوبه ما بسبب قناه اخطات او اساءت او حد من الاعلاميين، كانت دايما بنرجع لوزاره الاستثمار وكانت عليها علامات استفهام كتير. هل ده لن يتكرر فيما بعد؟ لن يتكرر، لن تكون هناك بعد كده هيئه الاستثمار هتبقى مسؤوله عن القنوات او كده زي ما بنشوف في حاجه اسمها المنطقه الحره الاعلاميه، بس هتتحول الى دورها الحقيقي اللي هي دي منطقه حره، منطقه حره بين قوسين دلوقتي هي اعلاميه، ملوش دعوه بانها اعلاميه او مش اعلاميه، هو بيتعامل معها كمنطقه حره، بيديها امتيازات اقتصاديه وخلافه، لكن ليس له علاقه لا باعلامها ولا محاسبتها ولا كده. يعني انت لو تفتكر مثلا من يومين شهرين ثلاثه كانوا مثلا المنطقه الحره الاعلاميه عقبت قناه الفرعين وقفلتها شويه وبتاع وكلام من، لا ده مش هيبقى بعد كده دورها، هي بس للتسهيلات الجمركيه والاقتصاديه ولا كده، انما المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام هو اللي هيتولى ده، مع ملاحظه ان كلنا جميع العاملين بنرغب ان في النهايه عمر ما تتحاسب وسيله. انت عصام اخطا او ساره اخطات، فليعاقب عصام او ساره بايقاف مثلا لفتره معينه او بغرامه ماليه او اداره المحطه تتحمل غرامه ماليه، لكن غلق وسيله او صحيفه او اذاعه او محطه لن يحدث ابدا على الاطلاق الا بحكم قضائي بات.
يعني أشكرك على التوضيح، لأن الموضوع ده في غاية الأهمية. أرجع بحضرتك للقاء بطبعا الرئيس السيسي، وتصريح قاله كده، قال أنه ضرورة الوقوف بجانب التلفزيون المصري باعتباره الكيان الأكبر لمصر، وأهمية التصريح ده في رأيك؟ اولا يعني سياده الرئيس هنا كانه بيأكد حقيقه ثابته، التلفزيون العام في اي دوله او التلفزيون اللي بيبقى ملك للشعب او الاذاعه، طبعا كلامي بيندرج على سوري، حتى كمان يندرج على الصحف القوميه، كل ما هو ملك للشعب وملك للبلد ويقدم حاجه عامه يجب ان يكون على نفس القوه ونفس الامكانيات الاقتصاديه الموازيه لاي حاجه خاصه، والا هذا هو معادل البالانس. اذا كنت مثلا عشان اضرب لك مثال اوضحه يا ساره، لو قلت لك ان انا مثلا لو جيت على سين او صاد من المحطات الخاصه وقلت لي ان دي واخده منهج معين يا استاذ عصام، وازاي هي منحازه لسين او صاد في الموضوع المعين كده، اقول لك حقها لانها محطه خاصه لها ان تخط سياستها التحريريه بمزاجها، لها ان تحقق اهدافها زي وفقا لتصورها، وفي النهايه هي التي تتحمل مسؤوليه ما تاخده من قرارات. هل ده ينفع عندنا احنا في العام؟ لا، ما ينفعش على الاطلاق، لان انا ملك للناس كلها بما فيها زي ما بنقول، لو حوالين مثلا سي انتخابات رئاسيه سين او صاد لابد ان اعامل الاثنين بنفس المثل، لكن قد تاتي محطه خاصه حقها انها تنحاز للمرشح المعين وكده، ويمكن ده شفناه بصراحه في الانتخابات الاخيره في بعض المحطات الخاصه انحازت، اعلنت تحيزها التام للمشير عبد الفتاح السيسي وكده، لكن ازعم الحمد لله تعالى ان احنا كاتحاد اذاعه وتلفزيون عرفنا ان احنا دورنا وواجبنا وان احنا بتوع الناس كلها. صحيح. واعتقد ان الجميع اشاد بان البالانس اللي كان موجود في سواء كلا المرشحين، لان كلاهما مرشح مصري لمنصب كبير، فاحنا نتعامل بتاع نهنئ من يفوز، لكن في النهايه الثاني هو لينا ونعلن. دي حقيقة أستاذ عصام فعلا، والكثيرين أشادوا بأداء التلفزيون المصري في فترة الانتخابات الرئاسية الماضية، دي حقيقة. والإذاعة المصرية والإذاعة طبعا، ما هي بيندرج تحتها الإذاعة والتلفزيون زي ما حضرتك ذكرت بالظبط. يمكن اللقاء برئيس السيسي كان بعد أيام أو بعد يومين بالظبط من افتتاح المشروع التنموي الجديد لقناة السويس، ويمكن أشار في كلامه لأهمية الإعلام في المرحلة دي، مرحلة البناء والتنمية، وأنه زي لازم يكون بيقف خلف هذه المشروعات العملاقة التنموية اللي ممكن تدر على بلادنا وتنعش الاقتصاد المصري. ازاي حضرتك شايف انه ممكن نحقق ده، وازاي ممكن نقف خلف هذه المشروعات الحيوية؟ بصي والله انا يعني يمكن انا اكتر واحد كنت استعجلت، او بعد الحالة الشعورية اللي جات لي وانا بتفرج، لان انا كنت قاعد هنا في المكتب، يعني انا ما حضرتش الحاجات هناك، لكن وانا قاعد قدام الشاشة كنت يعني جات لي قشعريرة في بعض المواقف والمشاهد، وحسيت ان احنا بجد ازاء حاجة قومية بجد تعمل يعني طاقة امل للناس وللمواطنين، تزيل لبس سنين طويلة وعمرنا ما تعلقنا بحاجة كبيرة وحاجة فيها مصلحة البلد. فأنا والله على طول رحت مطلع بيان طلبت فيه إن احنا، واجتمعت مع بعض رؤساء القطاعات البرامجية سريعا، إن احنا لابد إن احنا يبقى فيه أولا البرنامج، احنا عندنا محطات محلية كتير، في عندنا تلفزيون القناة وعندنا إذاعة القناة، دول طلبتهم على طول إن بيبقى فيه برنامج يومي وسوري يعني تطور زي ما بيقولوا ساعة بساعة اللي بيحصل في المحطة، متابعة مستمرة، وطلبت للقطاعات اللي هي الأم أو القنوات القومية عندنا زي الأولى أو الفضائية وكده إنه لازم يبقى فيه برنامج أسبوعي. حسيت كمان إن الناس لما بتحب المشروعات اللي زي دي بيبقى مرتبط بيها، احنا في المقام برضو وانت عارفه الى حد ما، ولو ان يعني العاطفه والغنى والحاجات دي ليها دور كبير قوي في حياتنا، احنا ساعات نعمل غنى للحزن ونعمل غنى للفرح ونعمل غنى للاعياد، المهم ان ده الاغاني ليها بتاع. فوالله بادرت ان احنا قلنا زي ما في اغاني كتير اثرت لمشروع السد العالي، انا اعلنت ان استوديو 46 وده اكبر استوديو اذاعي موجود عندنا او موجود في الشرق الاوسط كمان يعني وكده، انه مفتوح لكل الشعراء والملحنين والمطربين، من يحاول ان هو يجد حاجه اغنيه تشحذ الهمم وتحسسنا ان احنا ازاء مشروع قومي ان احنا نعمله. طورنا الحكايه بقى على المدار ان احنا باذن الله تعالى في سبيلنا ان عربيه اذاعه خارجيه تبقى متواجده ال 24 ساعه في الموجوده هناك، طورنا ان بحيث ان ايه اي خدمه اذاعيه او تلفزيونيه تحتاج، يعني مثلا برنامج حضرتك سي مثلا بيتذاع يوم كذا من الساعه كذا الى كذا، لكن في فقره عنده عايز يعرف دلوقتي ايه اللي حاصل
هناك او ليه استفسار معين تخش على طول على عربيه الاذاعه الخارجيه وهتوصلك بارض الاحداث من هناك. هيبقى مجموعه مراسلين زي ما بيقولوا على مدار الساعه بشفتات انها هيبقى من هناك يديكي صوره اول باول. نفسي كمان ان احنا نطلع من المشروع ده نوصل بعد مثلا شهرين ثلاثة ان انا يكاد يكون الناس كلها عارفة مثلا عم مين اللي بيشتغل على الكراك هناك، لسطى فلان اللي بيشتغل على الجهاز ده، وعارفين وعارفين اخبار وبتاع لان احنا بنتابعه كتير وبنشوفه كتير وكلام من ده. علينا ان احنا حتى يعني مثلا لما كان زي ما الرئيس طالب ان يعني علشان يعني نوع من المشاركة وكده لما شباب الجامعات والمدارس يجوا ويشاركوا وكلام من ده يبقى معهم اول باول وكده. ولو ان انا ليه ملحوظة على شباب الجامعات ان ده ما يجيش يتفرج، ده يجي يقعد اسبوع يشتغل معهم، لان ده يعني الاصول ان هم ناس كبار وتقدر تتحمل مسؤولية ودي بلدهم. حتى على الاقل يقول في يوم من الايام انا اشتغلت اسبوع في المكان ده، اعتقد انها طبعا شرف لينا جميعا. وكده ليا احلام برضو ان يعني يبقى مثلا كاننا مثلا كل شهر نقدر نعمل فيلم تسجيلي ملخص ايه اللي حصل الشهر اللي فات وايه الحاجات، مين اهم الناس اللي جت زارت وشاركت وعملت مثلا زي زياره الرئيس السيسي في الفجر وكده. الملامح دي بتديكي زي ما بيقولوا ارتباط ساعه بساعه كده، كانه تلفزيون الواقع. صحيح، انك مربوطه بالمشروع وعايز تعرف اخبار وصلوا فين النهارده عملوا ايه. بالاضافه ان المده اللي هينجز فيها المشروع تساعدك على كده انه سنه، فتقدري بجد انك تقولي بعد شهرين فاضل فاتشا فاضل 11 شهر، وتقدري تعملي ده لما تيجي في اخر الفتره لو عملتي 6 افلام تسجيلات تقولي ادي اوله وادي ربعه الاولاني وادي نصه وادي اخره. اعتقد الناس كلها تبقى سعيده بجد وفرحانه وحاسه انها ساعه بساعه مع المشروع. لا قدر الله لو حصلت مشكله كبيره مش لازم بقى الحق ده في اجتماع مغلق علشان حصل، الناس كلها عارفه في ايه ويقدر يتحل ازاي. هي الحقيقه مرحله صراحه ووضوح. ولو كانت التلفزيون يعني فعلا زي ما ساعه بساعه ما يحدث في ارض الواقع، اعتقد انه مش هيكون في مجال لاي كذب او اي كلام غلط بيتقال عن هذا. لا لان ده بجد بحق يعني اعتقد ده يعني نقله اقتصاديه وكمان كده. خلي بالك في حاجات ليها بعد استراتيجي، من الحاجات اللي لازم يفهموها المصريين دي من الحاجات اللي هي بعد استراتيجي. انت كل كام 50 سنه ولا 100 سنه لما تعملي اضافه بالشكل ده وبالحجم ده، لاحظي انك بمشروع زي ده هتوقفي مشروع لدول اخرى كانت تطمح الى عمل نفس الشيء. فاهمه قد ايه قوه الحكايه؟ انك لما خدت القرار دلوقتي وهيتعمل دلوقتي في خلال سنه خلاص الثانيه قرر خلاص استراتيجيا اقفل المشروع، ما خلاص ابتدوا هنعمل ايه. مشروع قومي يعني. فلازم الناس تحس بالبعد مثلا الاستراتيجي ان دي امكانات دوله ودي قوه دوله، مش بس انها عائد اقتصادي. وانا ازعم ان يعني زي ما قالوا ان ده هيعمل اولا الصناعات اللي هتبقى على الجانبين وحاجات المواني وحاجات اللوجستيه زي مثلا اصلاح سفن تبقى موجوده، زي تموين وقود، زي موتيلات تبقى موجوده، بحيث ان بس مش قاصر على انه ياخد تيكت التذكره للسفينه المعديه وبس، لا ده في خدمات ثانيه. وفتره انتظار السفن قلت جدا وده طبعا هيضر اموال اكتر، لان طبيعي يعني زي ما بتقولي في الظروف العاديه يقدروا يعدوا في الخط دوت مثلا 100 سفينه، بالتوسعه الجديده دي يقدروا يعدوا 200 او 300. الحاجه الاهم بقى للامانه المشروعات اللي هتقام على الضفاف المجاوره. صحيح. لان بدل ما سفينه مثلا تيجي طبعا ده ظرف معين عطلانه او كده، لما تعملي حوض سفن واصلاحها وكلام من ده انت كانك استفدتي بحاجه جديده غير التذكره. بقى فيه لما يبقى فيه محطه تموين وخود للسفن دي كلها حاجه تاني جديده غير التذكره. لما تفكر بعض الحاجات ودي بيعملوها كل الدول زي سنغافوره وكلام من ده، ان مثلا لو في حاجه بتتصدر من اوروبا الى دول شرق اسيا ممكن يعمل مصنع لتركيب او اكمال المعده اللي هم جوه، زي مثلا سيارات وجايه من اوروبا رايحه الهند ممكن يعمل مصنع هنا او كارجو اللي هو انتظار البضائع كمان وكده. ناهيك زي ما انت بتقولي تبقى هنا هو ده مكان مخزن ثابت بيشتغل على مدار سوري السنه ومدار الساعه، تشيل بضاعه ده تشيل الساعه كذا هتحل محله بضاعه سفينه كذا اللي مكان دي كلها. اعتقد يبقى دم الاقتصاد حدثي ولا حرج، لكن انا بقول ان احنا لابد ان احنا ما نغفلش برضو البعد اللي بيبقى استراتيجي في العمليه واللي بياكد وضع مصر ان هي دي قلب العالم. كاعلامي محنك ومخضرم استاذ عصام الامير، ايه اللي خلصت بيه من هذا اللقاء؟ ايه اهم النقاط اللي خرجت بيها؟ ايه الوعود اللي اخذتها وحاسس انها يعني هتفرق في المرحله الجايه اعلاميا وخاصه يمكن لماسبيرو؟ يعني اولا لو نبتدي هبتدي من الاخر، لو بالنسبه لماسبيرو للامانه انا واجهت
يعني للأمانة يعني حب جارف من كل الإعلاميين اللي موجودين لمسبيرو، واعتراف بأنه الأخ الأكبر، أن ده عمود الخيمة في مجال الإعلام، وأن يعني يعني زي ما بيقولوا حد منهم قالها صراحة، إحنا أي محطة مننا لأي ظروف إن كانت ممكن لأي سبب تقف، إنما تحلل زعوة التلفزيون عمره ما يقف، لأن ده بتاعنا كلنا، وان قوته من قوتنا. وهنا اعتقد انه فيها نوع من الذكاء، وفيها نوع من اللي بتاع لحظه ان احنا يعني احنا مصنع الخبرات اللي بيطلع ويورد للمحطات دي سوري، وبياخدوا على الجاهز. فده اعتقد ان هم معترفين بالنقطه دي، واعتقد ان التعاون بيننا كاعلام مصري ان احنا على الاقل واحد. لكن اللي استفدته من اللقاء او الوعود بجد ان الطريقه المحترمه اللي ينبغي ان تكون هكذا تدار الدول. يبقى في دائما زي ما يشبه المؤتمر الصحفي او قاعده شفافة بيتقال فيها أي سؤال وأي موضوع نفتحه ونعرفه، نعرف إيه موضوعاتنا الأهمية، نطمن على بعض حاجات، وده لأن ده بشكل أو بآخر بيأثر فيك وأنت بتقومي برسالتك الإعلامية مثلا على مدار الشهر الباقي. بقيتي أوير إن في خطر في الحتة الفلانية، في موضوع فلاني خلي بالي إن ده في حساسيته واقفة عند كذا وكذا. ده بلا شك إنه يديكي على أرض صلبة زي ما بيقولوا إيه، قاعدة معلوماتية واستراتيجية انت عارفة لا انا اقدر الموضوع ده افتحه لحد قد كده، في حاجات تاني قد تسيء او قد يبقى دورنا خطأ فيها. يمكن من الموضوعات اللي كانت مثارة في الفترة الأخرانية هو البروتوكول اللي المفروض كان هيتم بين اتحاد إذاعة وتلفزيون وقنوات مجموعة قنوات NBC، واللي تم تجميده مؤخرا مع الأسف. عايزين نعرف من حضرتك، وأشيع كده مؤخرا أنه هيكون في بروتوكول آخر مع CBC، وصحة هذا الأمر؟ بصي، هو طبعا زي ما حضرتك بتقولي أنه جمد جمد وكده لأسباب، خليني أقولها بمنتهى الصراحة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ولنا أن نحترم حاجات لما تخص الأمن القومي علينا، هم أضرب شغلهم وأضرب حاجتهم، وفي النهاية إحنا مؤسسات دولة كبيرة، مؤسسات لها الخبرة وليها الكفاية، وإن إحنا لازم نستمع لبعضنا البعض. وسوري أنا آسف يعني ما يبقاش الواحد أناني في حبه لمؤسسته بما قد يضر بمصالح عليا. فمن يعني من الاقتناع بوجهة النظر الخاصة دي وافقنا على ان احنا نجمد لفترة لحد ما تبقى الامور يعني من القوة وكده. طبعا هيبقى احنا محتاجين تعاون، وفي عندنا بعض حاجات شراكات، زي ما انا ما بعتبرهاش كمان ان فيها اي نوع من الاساءة لاتحاد الاذاعة والتلفزيون، لان انا لما مثلا مصورينا ومنترينا وفنيينا ومعدينا ومخرجينا ومذيعينا يستعان بيهم في القنوات الخاصة، المانع ان انا عندي من الحاجات دي كتير، لكن مثلا هحتاج منك ماتيريال، هحتاج حاجات، تعال شاركني فيها، تعال نعمل حاجات. اعتقد برضو ان انا افضل كمان انها تبقى نوع من انواع الشراكه زي ما حصل مثلا في الدوري العام السنه اللي فاتت. انا شارح حقوق الدوري العام وشاركتهم معايا في مقابل ان هم يتحملوا كامل التكلفه اللي دفعت لاتحاد الكوره، واعتقد ان ده فير انف. انا بصور بمعداتي فكانها في النهايه فلوس، هو يدفع الثمن المقابل لاتحاد الكوره وللانديه، ففلوس قصاد فلوس. وفي النهايه نحن نعظم من بعضنا البعض، كلنا اسمنا اعلام مصر. لكن انا افضل اللي تبقى في كده، في نوع من الشراكه، انت بتعمل لي ايه وانا بعمل لك ايه، وده بروتوكول متعارف عليه دوليا وفي كل العالم، يعني مش حاجه مش اختراع على الاطلاق. لكن هل ما صحه ومدى صحه موضوع الشراكه مع CBC؟ لا لا لا، هي هتبقى لو في مجموعه شراكه هتبقى مجموعه شراكه مع عدد من القنوات الكبرى، انما شراكة مع قناة بعينها لا، لحد دلوقتي لغاية دلوقتي. إنما أعتقد لو حصل نوع من الشراكة هيبقى مع مجموعة القنوات الخاصة، وعلى رأسهم CBC، الحياة، النهار، أون تي في، قاهرة والناس، كل القنوات الموجودة في الساحة تقريبا. يعني حضرتك أثرت موضوع مهم الحقيقة مش عادي، وهو الدوري المصري وجدل، والناس الحقيقة كلها عايزة تعرف هل سيتم بس الدوري المصري على شاشة التلفزيون المصري، والأزمة الحاصلة مع اتحاد الكورة تم حلها والتواصل لحل ولا إيه؟ بص يا سيدة الفاضلة، الأمر ينقسم إلى جزئين. طبعا في جزء لا جدال فيه انه على البث الارضي اللي هو بالاريال العادي مش البث الفضائي، ده لامر لا جدال فيه ان كل مباريات الدوري طبعا، لان ده حق اصيل لاتحاد الاذاعه والتلفزيون، بس بحكم ان هو الوحيد اللي بيملك محطات ارضيه البث الارضي. ناتي الى مشكله المشاكل اللي هو البث الفضائي، وطبعا بعد ما خصوصا حتى انماط بيسموها ايه، انماط المشاهده اتغيرت دلوقتي، حتى البيوت البسيطه بقت كلها عدش والوصله وما شابه وخلافه. احنا حتى الان لازلنا في اتصالات مستمره مع اتحاد الكوره للوقوف على البث الفضائي.
أعتقد أنه في غضون الأسبوع القادم بإذن الله تعالى ستتضح المواقف، لأن اتحاد الكورة يعني تحت ضغط الأندية، كان الأندية بتقول أنا هتعامل مع شركة خاصة مقدمة عرض للبث الفضائي، هو بيقول تحت ضغط الأندية دي خلاص هيوافق للأندية وكده. لو الأمر استمر على هذا الحال هنشوف احنا أحوالنا كاتحاد إذاعة وتلفزيون هتعامل مع هذا الأمر إزاي. لكن أزعم أنه برضو زي ما بيقولوا إيه يعني رخي مطرف أي حتة هيجي لي خيرك، فأنا لو حتى الشركة دي خدت فهي هتديني مقابل الشارة اللي أنا بديها لها. وأعتقد أنه رقم ليس بالهين، لأن يعني نحن الآن نتعامل مع أي فضائية غير مصرية بناخد مقابل شرط الماتش الواحد 30,000 دولار، أما أي لو محطة مصرية باخد 5,500 دولار. وأعتقد أن الشركة دي لو كانت عازمة على كده وهكذا فأعتقد أنها تبقى لمحطة فضائية غير مصرية. ده هيوفر لي عدد من الدولارات، لو ضربت مبلغ تقريبا متوسط كلام من ده في عدد معين من مباريات الدوري، انت عارفه ما بتقلش عن 200 مباراه وكلام من ده، ده ممكن يوفر لي في حدود حوالي ما يخرج من 45 مليون جنيه مصري. ساعتها هتاخد جزء من المبلغ ده وهتفق مع الشركه واخد لاحد محطاتنا بس فضائي وكده، بس ساعتها هتبقى المشكله بين اتحاد الكره والانديه والمحطات الفضائيه المصريه الخاصه. صحيح. لانها هتبقى طلعت بره المعادله. لكن خلينا انا بقولتها لك كده بمنتهى الصراحه، ايه اللي هيثمر عنه في الايام القادمه؟ انت هتقولي لي احنا كاتحاد اذاعه وتلفزيون الوضع الامثل لينا ايه؟ الوضع الامثل ان احنا نفضل مع بعض كاعلام مصري كتله واحده زي ما حصل السنه اللي فاتت، ونتشارك مع بعضنا البعض في البث الفضائي، وما عندناش استعداد ان احنا نزود اتحاد الكوره عن نسبه السنه اللي فاتت تم التفاوض عليها في المبلغ في هذا الصالون اللي انت كنت قاعده اللي قاعده فيه ده دلوقتي. هو هنا تمت المفاوضات على سعر الدوري، واعتقد ان اتحاد الكره عليه انه يكون منصف ويعرف ما قدمه له اتحاد الاذاعه والتلفزيون من خدمات في العام الماضي. احنا حافظنا على كيانه كاتحاد كره ورفضنا الانصياع للاتفاق مع انديه منفرده برغم ان كان على قمتها النادي الاهلي ساعتها ولم نستجب، قلنا احنا كمؤسسه كبيره ما نقدرش نهد كيان كبير زي اتحاد الكره موجود قصادنا وفقفنا جنبه وكلام من ده. اعتقد ان احنا دفعنا الموسم الماضي اللي هو 70 مليون جنيه اللي هو ثمن الدوري، ده كان اكبر مبلغ يتحصل عليه اتحاد الكره في تاريخه مقابل بث فضائي للدوري بتاعه، فعليه انه يشكر اتحاد الاذاعه والتلفزيون لان المفاوضات تمت في هذا المكتب على هذا المبلغ مع لجنه الانديه كانت برئاسه الدكتور كمال درويش. الحاجه الثالثه ان احنا حلينا اتحاد الاذاعه والتلفزيون سدد لاتحاد الكره طبعا من خلال الدوله للامانه كل مستحقات اتحاد الكره من سنه تقريبا 83، الحاجات القديمه المتراكمه اتعملت لجنه هنا اتحاد الاذاعه والتلفزيون هو اللي شكلها من الماليين والاقتصاديين والقانونيين في اتحاد الكره ومعانا القطاع الاقتصادي والشؤون القانونيه والقطاعين هنا البرمجين، وقعدوا 45 يوم لحد ما توصلوا الى ان المبلغ اللي علينا ال 42 مليون جنيه و 600,000، وقام الحمد لله تعالى الوزاره او الحكومه او حكومه المهندس محلب صراحه شاكرين بان هو مساعده لاتحاد الكره والانديه المصريه والاتحاد الاذاعه والتلفزيون قامت بدفع المبلغ بالكامل، وصراحه قام بدور كبير قوي في الحكايه دي المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب. عليه اتحاد الكره انه يتذكر كل الحاجات دي اللي انا رغيت فيها كتير فضل اتحاد الاذاعه والتلفزيون عليه السنه دي. يعني احنا بنتمنى طبعا حل الازمه ما بين ماسبيرو وبين الجبليه قريب، لانه في الاخر المستفيد الوحيد والمنتظر الوحيد هو المشاهد ومتابع الكره المصريه. ده حقيقي. انتقل بحضرتك في الحوار لنقطه حضرتك اثرته، المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام واهميته، وهو مش اختراع الحقيقه، يعني ناس كتير بتتكلم عنه انه اختراع، هو مش اختراع مصري، ده هو سبقتنا اليه دول كتيره من ضمنها الامارات والمغرب والاردن ايضا، ويمكن الهدف منه هو ضبط علاقات الاعلام بجمهوره والسلطه السياسيه. نعرف حضرتك اكتر عن هذا واللقاءات اللي تمت وكيف تم اختيار الناس اللي بتحضر او الاعلاميين اللي بيحضروا هذا اللقاء والمشروعات اللي تقدمت كمان فيه. بص يا سيدتي الفاضلة، مش عايز اقول لك انه من يوم اقرار الدستور واحنا يعني اغلب الاعلاميين مهتمين بالماده 211 و212 و213 اللي هي تهم الاجهزه والمجالس المقترحه الجديده وفقا للدستور. للامانه الساحه الاعلاميه حاجه والله بجد يعني نقدر عليها الناس، يعني ياما انا عن نفسي حضرت بصفتي يعني الوظيفيه او بصفتي الشخصيه كعصام العديد من الندوات مثلا في كليات اعلام حوالين تصور للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، تصور للي هتبقى عليه الهيئه الوطنيه للاعلام المسموع والمرئي وهكذا الصحافه، حضرت جلسات في المجلس الاعلى للثقافه شعبه الاعلام وشفت دراسات وكلام من في جامعه بني سويف
حضر برضو ندوات حوالين نفس الموضوع. أعتقد برضو بعض جمعيات المجتمع المدني العديدة عملت كثير من الندوات والتصورات وكده. المهم إن الحمد لله بجد بقت في مناقشات كتير حوالين رؤى هي المجالس دي يبقى فيها إيه؟ إيه اختصاصاتها؟ تشكيلها الأمثل يبقى إزاي؟ الناس اللي فيها يبقوا مين وكلام من ده ساعد للأمانة. إحنا طبعا الأصول هتقولي لي طب ما تحولش ليه الحاجة بسرعة لقوانين وكلام من الأصول رسمي إنك تستني مجلس النواب لأن لازم المادة دي المادة 211 و12 و13 عشان تتحول إلى قانون. مين اللي هيقرر لك القانون؟ مجلس النواب او مجلس الشعب يعني بس هو اسمه جديد مجلس النواب. ف وكده يقروا. لكن احنا برضو يمكن الاعلام ما كانوش اوير بحاجه ان الى حين احنا ممكن نستغل الفتره من هنا لحد ما يتعامل مجلس النواب تجرى الانتخابات البرلمانيه وانعقد مجلس النواب. طب لان احنا نسينا اقبلنا ان الرئيس عنده دلوقتي السلطه التشريعيه موجوده فمن حقه ان احنا لو كاعلاميين حطينا تصور وبقينا بنقول ده مقبول مننا بدرجه كبيره اعتقد ان سياده الرئيس ما عندوش مانع انه يقره كمشروع قانون وكده لان عنده حق التشريع. وفعلين هو في لقاء تقريبا بقى من قيمه شهرين او حاجه راح قال ما انا منتظر تقدمه مشروعات قوانين وكلام تقريبا ده حمس مجموعه محترمه جدا 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 من الاعلاميين من مختلف مشروعات تم تقديمها للامانه. فتقابلنا على مدار حوالي 6 جلسات في شهر رمضان اللي فات عدد من المهتمين بمناقشه ده وضع عدد التصور. من المهتمين دي تستوقفني شويه يعني هل اي حد من حقه انه يحضر هذه الجلسات؟ طبعا ويعني سوري ما تقدريش تقولي لا ما انا عايز اجيب الاعلاميين كلهم يعني زي يمكن انت ما يعني سمعتي يعني او قريتي في تصريح ليا في مصر يوم انا وجعت الاعلاميين كلهم يبقى نعمل اجتماع في الاستاد. صحيح يعني ده حقيقي. فاللي اوير لان ممكن قد يكون في هناك زميل او زميله سوري لا يعني هذا الامر او مش حابب لكن قد يكون هناك اخر مهتم جدا ويحب يشارك وكده. المهم جمعنا وكل مره كان بيضاف لنا حد ويعمل فحطينا الصراحه كمان اليه احنا عايزين نقعد نعمل ايه. قلنا اللي نقدر نتكلم فيه كلنا ومحدش يقدر يقول لنا انتوا بتعملوا كده ليه ان احنا نحط تصور للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام لان ده بتاعنا كلنا. حضرتك تبقي في التلفزيون حقك تتكلمي. الاستاذ من الصحافه حقه انه يقعد ويتكلم. الاستاذه من الاذاعه حقه انه يقعد ويتكلم. عام او خاص حقه يتكلم لان ده تبعه كلنا لان دي الخيمه الكبيره. فقلنا نحط التصور ده ونخلص منه لان وكده. وجينا عند الهيئه الوطنيه للصحافه كنا محترمين ان هذا الامر يوكل الى نقابه الصحفيين والمجلس الاعلى للصحافه هم يحطوا تصورهم للهيئه الوطنيه للصحافه لان هذه الهيئه ستدير المؤسسات الصحفيه المملوكه للدوله. وجينا علينا على الثانيه الهيئه الوطنيه للاعلام المسموع والمرئي يوكل الى اتحاد الاذاعه والتلفزيون مهمه وضع التصور للهيئه الجديدة. ليه؟ لان هو ده اللي هيدير في حقه ان هو يشوفها بالكامل ويشوف مصالحه فين ويقعد تصوره للقوانين ايه. لكن طبيعي طبعا ان انا مش عايز وانا بحط قوانيني دي وحاجتي ان يشاركني لي فيها حد من العالم الخاص. قد استمع الى رأيه لكن هو مش ملزم بالظبط انه وكمان مش ملزم ان انا يقعد معايا. تقعد معايا ليه؟ نحن مخصصين بالحكايه. استاذ حسام بعد الاجتماعات دي اللي بتعقد وحضرتك قلت خلال شهر رمضان عقد عده اجتماعات ايه اللي خلصتوا ليه؟ وصل لايه؟ ايه الجديد اللي هيقدمه هذا المجلس الفتره اللي جايه؟ الحمد لله تعالى المجموعه المهتمه زي ما قلت لحضرتك دي وكده خلصت الى انجاز تصور مبدئي للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. بالاضافه لنقطه مهمه جدا 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 الحمد لله انجزناها دي مهمه بالنسبه لنا احنا كاعلاميين كاذاعيين. باذن الله تعالى شرعنا في اطلاق نقابه الاعلاميين باذن الله تعالى منتظرينها من زمان دي يا استاذ عصام. وعايزه اقول ان كان طبعا في كذا حد مقدم تصور لنقابه وجهه اخرى مصوره تصور لنقابه بعض الزملاء حتى انقسموا بينهم وبين بعضيهم دول عاملين نقابه ودول عاملين نقابه. الحمد لله ان احنا قدرنا المجموعه دي انها تقعد الفرقاء واتفقنا على مشروع واحد ياخد النقاط المميزه في عند الجماعه دول والنقاط المميزه عند الجماعه دول والحمد لله تعالى هم الان بصدد اعداد مشروع واحد هيقدم للسيد رئيس الجمهوريه لاطلاق مشروع نقابه الاعلاميين. واحنا عملنا المجموعه بقى الثانيه اللي كانت مهتميه بوضع تصورات للمجلس الاعلى للاعلام الى حد كبير وضعنا تصور لتشكيله ولمهامه ولفلسفة العمل منه والأهداف منه. أعتقد إن احنا ده
وبعد انتظار بإذن الله تعالى المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين يحطوا تصورهم للهيئة القومية للصحافة، الهيئة الوطنية للصحافة، بعد احنا كاتحاد إذاعة وتلفزيون نحط تصورنا للهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئي، كده نقدر نقول للسيد رئيس الجمهورية احنا جاهزين بتصور مبدئي لثلاث مشروعات للهيئات يطرحوا زي ما بيقولوا للنقاش المجتمعي ولتم الاتفاق عليهم ويقدر يطلعهم بمرسوم بقانون دون انتظار لمجلس النواب القادم. ودي انجاز كبير جدا 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 لان اللي قام على المشروعات دي مين؟ اهل المهنه ودون تدخل من مجلس النواب، لان لاحظي برضو ان احنا كان لو انتظرنا مجلس النواب هيشاركنا اعضاء مجلس النواب باراء او كده، قد تاتي هذه الاراء على هوى الاعلاميين او لا تاتي على هوى في النهايه هم اللي هيقروا كده، كاننا هنحطهم قدام الامر الواقع اتحط وهم حطوا. بس النقطه دي محتاجه توضيح، اسمح لي شويه يا استاذ عصام، محتاجين نفهم اكتر. يعني هو قيل ان هو هيكون 15 عضو الممثلين المجلس الاعلى للتنظيم بتصور الاعلام، يعني ال 15 ومن ضمنهم شخص واحد بس هو اللي بيمثل التلفزيون العام بكل قطاعاته، هل ده كافي؟ طيب والصحافة القومية بيمثلها كم واحد؟ شخص واحد برضه. يا سلام عليك يا سلام عليك. والمحطات التلفزيون الخاصة بيمثلها كم واحد؟ واحد، ما هو برضه موجودة عندك. يعني لو انت ده تصور موضوع، كان التصور ده قولي اهم من كده، انتوا ايه الفلسفة في التشكيل؟ لو انت لاحظتي الفلسفة في تشكيل المجلس بال15 انه بيعمل بالانس بين ثلاث حاجات. سلطات الدوله. الدوله عباره عن ايه؟ من سلطه تنفيذيه وسلطه تشريعيه وقضائيه. صحيح. هتلاقي ممثل ليهم. سوري، البالانس الثاني مين؟ ابناء المهنه اللي بيشتغلوها، هتلاقي ليهم النصيب الاكبر لان ده حاجه معموله لهم، فيبقوا هم اللي اصحاب الجانب الاكبر. هتلاقي القضائي موجود له ممثل، هتلاقي المجتمع المدني والجمعيات المهتمه بقضايا الاعلام والجمعيات اللي هم بيسموها حمايه حقوق المشاهدين والمستمعين. وانا جاي لحضرتك بقى مخصوص الحياه في النقطه دي، ليهم ممثل بذمتك ده مش في عامل بالانس رائع كده؟ انا عايز اسال جدا عن حمايه المشاهد او المتابع لانها نقطه في غايه الاهميه. واول مره بنهتم بالامر ده، بس قبل ما تطرق ليها عايز اعرف برضو ال15 دول هيتم تعيينهم ازاي، ولا هو بالتعيين ولا لا بالانتخاب؟ هقول لك انا الامور ببساطه، وبرضو بقول للمره المليون هذا تصور مش حاجه نهائيه، تصور مبدئي للتعديل او للتعديل. 15 عضو، اثنين يختارهم السيد رئيس الجمهورية، من بينهم وفقا للدستور المادة 216 رئيس الهيئة. يعني هو رئيس الجمهورية هو اللي يعين رئيس الهيئة، بيختار فلان وفلان او فلان وفلانة او فلانة وفلانة، وبيسمي واحد منهم رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. دي والتاني مين؟ الرئيس بيسمي والتاني. لا عضو عادي. عضو عادي. على فكرة المجلس في تصورنا احنا عبارة عن رئيس واعضاء، مفيش بقى النائب ووكيل الا لو هو بقى يعمل لائحه داخليه لتنظيم عمله ويحل محل الرئيس فلان او فلان. دي حاجه لائحه للمجلس لما يطلع بقانون وكده. انما رئيس الجمهوريه خد كام عضو؟ اثنين، الرئيس وعضو واحد. ايوه، خلينا نقول اثنين اعضاء. يعني وكده ده بيمثل ايه؟ الرئيس بيسمي قمه السلطه التنفيذيه، يقابله ايه؟ السلطه التشريعيه، مجلس النواب. مجلس النواب كمان يختار اثنين زيه زي رئيس الجمهوريه، بقوا كام؟ أربعة أعضاء. تيجي كل نقابة، في مين النقابات اللي عاملة في مجال الإعلام؟ نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين. صحيح. كل واحدة منهم يختار ثلاثة. هو أكتر ولا رئيس الجمهورية النقابة مختارة؟ النقابة طبعا. ليه؟ لأن دي ده عمل مجلس خاص بالإعلاميين، لازم أنا أعظم من أبناء المهنة، يبقى لهم هم الاختيار في العدد الأكبر. قلنا كمان علشان يبقى ممثل التمثيل بشكل لحد ما محترم، الثلاثة دول النقابة هي اللي هتختارهم، بس بشرط واحد منهم عضو مجلس اداره. ما تجيبليش الثلاثه اعضاء مجلس اداره، لا، ما يمكن يكون لهم تبع حاجه معينه، وواحد تاني من الجمعيه العموميه بس يكون ممثل، يعني عضو عامل عادي بس ممثل لايه؟ للصحافه القوميه. واحد تاني ممثل للصحافه الخاصه زي الوطن اليوم السابع و و و من كده. ادي الثلاثه بقى كده ممثلين، عضو مجلس اداره، واحد من الصحافه القوميه، واحد من الصحافه الخاصه، وهكذا في نقابه الاعلاميين. واحد عضو مجلس اداره، قد يكون عضو مجلس الاداره ده سي مثلا تبع اتحاد الاذاعه والتلفزيون او تبع القنوات الخاصه، ايا كان براحتهم يختاروه او هم يعملوا البالانس زي ما هم عايزين. وواحد ممثل اتحاد الاذاعه والتلفزيون لانه الجهه الوحيده اللي فيها اذاعه وتلفزيون عام او مملوك للدوله. وحاجه تاني عضو تاني يكون ممثل للتلفزيونات او الاعلام الخاص. كده يا ستي سته
صح؟ صحيح. ومعاك الاربعه بقوا 10. اثنين عايزين الجامعات المدنيه وحمايه حقوق المستهلك. اثنين يختارهم مين؟ مين المعني دايما بالجامعات المدنيه والحاجات دي؟ المجلس الاعلى لحقوق الانسان. ويختارهم من ايه؟ من غير اعضاء. انا مش جايبه علشان يجيب لي اعضاء ويجيبهم كده، هو اللي يختار من الموجودين في البتاع، بس على شرط انه يكونوا من المهتمين، من الجمعيات المهتمه بقضايا الاعلام وحريته واستقلاله وحيديته، وممثل كمان لجمعيات حقوق المشاهدين والمستهلكين. واعتقد ان في جمعيه كبيره موجوده للحمايه كده. يا ستي بقوا 12 وبعدين فاضل 3. واحد فاضلنا ايه دلوقتي في السلطات اللي موجوده في الدوله؟ احنا خدنا التشريعيه والتنفيذيه، يبقى فاضل القضائيه. نختار واحد من السلطه القضائيه ممثل يكون من مجلس الدوله، لان ده ساعدنا في القوانين وساعدنا في التشريعات. واحد ممثل يعني ده بيسموه لوجيستي وكده، من الجهاز القومي للاتصالات، لان انت هتدي تراخيص لمحطات وكلامك، فلازم يبقى موجود عشان يقول ايه المتاح وايه اللي مش متاح واللازم منه. وبعدين واحد من اساتذه الاعلام، لان هذه الاشياء معموله للممارسين وليس للاساتذه. لما يبقوا يعملوا قانون للتدريس في كليه الاعلام، علينا ان احنا إن لو مرسلنا بواحد يبقى كويس. صحيح. انما على الاساتذه ان هم يبقوا الغالبيه العظمى، لان هم اللي هيدرسوا. والجميل ان انتم ما نسيتوش هذا الشق، لانه شق بقى. انا اعتقد الى حد كبير ده كده. طبعا تغفلنا عن مشروعات كتيره كانت بتنادي بالطريقه التقليديه، خلينا نقول ده تفكير بره الصندوق. انما كان يجي لك حد يقول لك ايه؟ عايزين يا جماعه واحد ممثل للكنيسه، وعايزين ممثل للازهر الشريف، وعايزين ممثل للعمال والفلاحين، عايزين نعمل كوتا للمراه. ايه ده ايه ده؟ إيه ما والله مش مجاله ومش والله مكانه يعني. انا اسف. ما ضيعنا غير الحاجات اللي الشكليه بالشكليه دي. انما انا ازعم ان اللي موجود هنا موجود لاهميته، هو دول المعنيين بالمهنه وهم دول اللي موجودين. يعني طبعا الاخرين ما نقدرش نقلل من قيمتهم، بس ده مش المكان الصح. لا بالظبط كده. كامل احترامي لكل اي حد. وفي النهايه برجع واقول ده تصور. صحيح. هل ده بس واضح انها تصور كامل الحقيقه يعجب الناس؟ ما يعجبش الناس ده. انا عايز اتوقف شويه عند يعني انه اهتميته جدا يكون في ممثل للمجلس القومي لحقوق الانسان للحفاظ على دور المشاهد والحفاظ على حق المشاهد والدفاع عن حقوقه كمان في داخل هذا المجلس. وكلمني عن اهميه النقطه دي، ويعني ما تعودناش للاسف انه كان في حد دايما بيدافع عن دور المشاهد. انا هقول لك ليه. هو اختصاصات في تصورنا في النموذج اللي احنا مقترحينه، اختصاصات المجلس ده ايه؟ 3 حاجات. يدي التراخيص لاي وسيله اعلاميه، جورنان، اذاعه، محطه، لازم تاخد الترخيص منه. الحاجه الثانيه ان هو ما سميناهاش بقى ايه حتى كمان فكرنا دي بره الصندوق، تطبيق مواثيق الشرف الاعلاميه ولا كلام من ده. لا، بنقول تفعيل معايير الجوده للعمل الاعلامي. تحتيها ده ايه المعنى ده؟ نقصد بايه وكده؟ ان حضرتك لو انت كجمعيه حقوق المستهلك وليكي شكوى من اي برنامج موجود او اي اعلان او اي ماده صحفيه بتقدم بتقولي ان ده بتسيء الى حاجه معينه، هذا المجلس هو الوحيد اللي يقدر ياخد القرار القضيه دي، وبيعمل لجنه ويشوف لو طلع ان في القضيه دي المصارة ضد فلان او فلانه او الصحيفه دي او الوسيله دي او الاذاعه دي او المحطه دي، عليه ان يحكم فيها ويدي يا بالغرامه يا بالايقاف، زي ما قلت لحضرتك. يمكن كنا تطرقنا في البدايه للشخص وليس للوسيله الاعلاميه، يعني مش هيوقف جورنان ولا يوقف محطه اذاعيه ولا يوقف محطه تلفزيونيه، لكن مثلا يقضي بالغرامه على عصام الامير انه يتوقف عن تقديم البرنامج لمده شهر مثلا وتغريمه 10,000 جنيه. يعمل هو اللي بيقضي. فهنا هو ده اللي هينتصر. انت كمشاهده عاديه لو حسيتي من اي شكوى من اي محطه او اسيء اليكي بشكل او باخر، عليك ان تتقدمي من خلال الجمعيات دي او مباشره الى المجلس الاعلى للتنظيم الاعلامي وتقول له انا عندي شكوى من المحطه الفلانيه في موضوع كذا كذا كذا، يبت فيها ويعمل. الحاجه الثالثه اللي هتبقى اختصاصات المجلس دي، الحاجه اللي احنا عاملينها، بتشوفي انت او بتسمعي او كل يوم والتاني يقول لك شركه كذا بتقول ان محطه ايه نمره واحد، وتيجي تاني يوم تقول شركه كذا بتقول ان محطه كذا هي اكثر مشاهده. عليه ان المجلس ده يتابع الشركات العامله في قياس نسب الاستماع والمشاهده والمتابعه للجرايد، ويقرها ويتابع انها معموله على معايير واحده ولا ملعوب فيها. والنقطه الثانيه اللي بتستصبحها في نفس الموضوع، انه عليه انه يراقب قوي 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 لو اتعمل اي تجمع بغرض احتكار الاعلام. وده احنا عانينا منه كتير قوي في اتحاد الاذاعه والتلفزيون. صحيح. فاعتقد هي دي اختصاصات. فليه احنا تمينا ان دول يبقى موجودين؟ عشان دول اللي هيمثلوا الناس دي اللي
اللي انت عندك شكوى كمشاهده او مستمع. بس اليات تنفيذ العقوبات، يعني ناس كتير تقول لك طب هو كلام ايجابي قانون وكلام حلو، قانون لكن قانون الاليات وضمان انها هيتم لا تنفيذ هذه العقوبات. لا ما هو احنا قبل كده كان عندنا مجلس اعلى لتنظيم الاعلام في مصر يا ساره، ما كانش فيه، ده اول مره يتعمل. طبعا ما هيبقى له بقوه القانون هو اللي هيقول عليه ده هيمشي. هو قرر ان كده، ما يجيش حد يقول لا انا مش عاجبني الكلام ده ولا هنفذه. ده بحكم القانون، والا تتصاعد الاجراءات. يعني المحطه دي تقول لا مش دافع الغرام، تتصاعد الاجراءات ضدها وهكذا وكده. طب ماذا عن مشروع القانون المنظم للمجلس الاعلى، ومين اللي هيحط هذا القانون، الجهه المسؤوله عن اعداده، وهل من حق الحكومه انها ترفضه؟ نزعم ان باذن الله تعالى الحكومه والرئاسه وكل الجهات تستجيب، لو الاعلاميين عجبهم ولقى قبول كبير ان يستجيبوا لطلبات الاعلاميين باذن الله. باذن الله. قبل ما اكمل او انهي للاسف وقتي مع حضرتك، لانه يعني اتمنى جدا كنا الوقت يستمر اكتر من كده، لكن ماسبيرو الوقت اللي جاي واحلام حضرتك لهذا المبنى، وشايف ازاي امكانيه تطويره، يعني طبعا مش هينفع نلخص كل الكلام في جملتين، لكن يعني نقول ايه لابناء ماسبيرو والعاملين فيه ونطمنهم ازاي المرحله اللي جايه. لا التطمين، ويمكن انا طلعت عندكم في اول ما يعني وكلت الي مهام القائم بعمل وزير الاعلام من اجل يعني تطمين العاملين وكده، واعتقد ان لحد ما كبير ازعم يعني ان الناس بتثق فيا، والى حد ما مش غريب عليهم طبعا وكده. انا اعتقد ان المستقبل واعد بالنسبه للاتحاد الاذاعه والتلفزيون، وعايز اقولها يعني خليني اقولها بمنتهى يعني الصراحة المعهودة فيه، ده أمر واقع. الدولة كدولة محتاجة أن أنا أبقى قوي عشان أعمل بالانس بين الهيئات جميعها العاملة في الإعلام في مصر. البالانس يأتي من الأخ الأكبر وصاحب أكبر الإمكانيات، صاحب أكبر المحطات، صاحب أكبر عدد من المواقع في كل أنحاء مصر، الاتحاد الإذاعة والتلفزيون. فالمستقبل بلا شك أن يحمل لنا التقدير من باب مكانة ومن باب احداث التوازن. فشئنا ما بينا باذن الله تعالى نحن ننتقل الى الافضل باذن الله. باذن الله. استاذ عصام الامير الاعلامي المميز والكبير جدا ورئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون والقائم باعمال وزير الاعلام، شرفت جدا بهذا اللقاء، واشكرك على صراحتك المتناهيه والوضوح التام الحقيقه. ربنا يخليك، وانا سعدت بمختلف القضايا الحساسه اللي حضرتك اثرتيها عشان تبقى الامور واضحه للجميع. اشكرك جدا. مشاهدينا الكرام، أتمنى تكونوا استمتعتم بحوارنا وحلقتنا النهاردة، ونلقاكم في حوارات هامة أخرى دايما في أحلام وطن.